السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ تفضل. الحمد لله بخير، تفضل. شيخ حلمت نعم أختي عن كريمة، لكن يعني يا ريت تعلي الصوت شوي. تفضل. حلمت انه اخي المتجوز ومرته انه ذبحتهم الاثنين، يعني ذبحتهم. مين؟ أنت ذبحتي أخوك ومراته، نعم نحرتيهم يعني. نعم وبعدين؟ بعدين أخي ما مات، فلما أنا هربت من بيته بلغ علي اثنين، واحد مفسر والثاني ما بعرف، وصاروا عم يجروا وراي بالسيارة، فأنا هربت، رحت على الباص، ركبت بالباص، بعدين أمرت السائق إنه يسكر الباب عليهم، يغلق عليهم الباب، بعدين دخلوا أخذوني، أما أخذوني أخي قال لهم إنه ما راح أدخلهم الحبس، يعني ما راح خلينا خلاص. فبعدين اجاني اخي الثاني وقال لي انه حرام الشيء اللي بعمله انا، ليش يعني رحت لاخي وعملت فيه، يعني اخي الثاني اللي مو متجوز، فاحنا عادي جدا، ما همني امره، فبعدين رحت وتركته يعني، بس هيك بس هيك. أنت عزباء ولا متزوجة؟ عزبان كم عمرك؟ 34. في مشاكل بينك وبين أخوك ومراته ولا لا؟ ايه في مشاكل، ظالمينك أو أساؤوا ليكي أو سببوا ليكي هم وضيق ونكد ومشاكل في حياتك؟ مشاكل بسببهم، يعني صار عندي مرض بسبب أخي مرتي، مرض؟ أي مرض؟ مرض إنه يعني أخي يعني سبب مشاكل، فتعرضت للضرب، الضرب اللي عمل لي كسر في العمود الفقري الزجاجة. أخوك ضربك؟ لا أخي بعد، لا أبي، يعني أنت تعرضتي للضرب من أخوك؟ لا أخي هو اللي أرسل أبي وقال له إنه لازم هيك، يعني بلغوا إنه يضربني فضربني. يعني أنت تعرضتي للضرب من والدك؟ من من الأب، أمتى؟ أمتى؟ من الأب منذ متى أختي الكريمة؟ منذ عام، سبب لك أذى هذا الضرب؟ يعني نعم هذا تعرضت الضرب، للأذى منه، حصل إيه معك؟ نعم ضرب في الظهر، صار عندي اعوجاج. حرك الله بالله. أنت بتتحسبني في أخوك ومراته ليل ونهار، دايما بتدعي عليهم، دايما بدعي عليهم، صح؟ صح، دايما بدعي لا عليهم، حول صح. ولا قوة إلا بالله. شوف أختي الكريمة، يعني نسأل الله أن يلطف الله بأخوك وزوجته. هذا الدعاء ومنامك يعبر عن مصيبة تحل بهم، وتكون هذه المصيبة ناتجة عن دعائك لهم والظلم اللي تعرضتيه. نسأل الله السلامة والعافية. حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ انا ما هي سبب، بس مراته هي السبب، هي اللي عملت المشاكل، يعني نعم فسر له شيء. نعم ما سمعتك أختي. ما بدي، يعني انا بدي على اخي، كنت بدي على مرته، هي اللي عملت المشاكل. ولكن أخوك يعني ترك هذه الزوجة أن تفعل فيك ما فعلته، فينال من ذلك يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور الله سبحانه وتعالى يجريها على عباده، فالله لا حرم الظلم على نفسه. لذلك أختي كريمة، يعني ثقي تماما أن الله سبحانه وتعالى سوف يرد حقك وسوف يعوضك خيرا إن شاء الله، وكل من ظلمك لا سيما الأخ وزوجته سوف ينال عقابه من الله. ولكن نسأل الله السلامة والعافية، هذا العقاب سوف يكون شديدا. النحر في المنام لا يبشر بخير تماما أختي الكريمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في أمان الله أختي. شكرا.